وصفة كده، وصفة بلدي كده، 4 نقط للسيليولايت والستريتش ماركرز والحاجات دي، 4 نقط من زيت الشمر توضع على زيت الحصبلان. ايه الحصبلان ده؟ والله العظيم ما اعرف. وعلى مقدار من زيت اللوز ده، بيقول لك كله عند العطار، يدهن به مناطق السيليولايت في اتجاه القلب زي ما الدكتور ماجد كده قال، من تحت لفوق يعني. ويمكن استخدام فرشة للتدليك، وهي تساعد على صرف تراكمات السموم في مناطق السيليولايت.